خايف ليه؟ وربنا الرحيم. خايف ليه؟ وربنا كان بيرزقك في بطن امك ليه؟ عشان انت بتطيع تيجي تقول لي واحد ادعى ربنا يقول لك يا عم انا ذنوبي كتير. ذنوبك وربنا بيديك عشان انت كويس. ربنا بيديك لانه الرحيم. كان بيديك وانت في بطن امك ليه غير لانه الرحيم؟ عشان كده سيدنا ايوب وهو في عز المرض الرهيب اولاده كلهم ماتوا وارضه كلها اتحرقت وجسمه كله دب فيه المرض واصيب بالشلل وبيتسند عشان يدخل الخلاء يقول مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ازاي يقول كلمة زي دي هنا؟ سيدنا محمد واقف في غزوة احد صحابته اتقتل وجثث الصحابة حواليه والباقي فروا ناحية المدينة وفي الناحية التانية من جبل احد والمشركين هاجمين عليه عليه الصلاة والسلام وطلحة بن عبيد الله ايديه صوابعها تتقطع يقول حس يتألم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. الكلمة دي لو كانت خرجت من النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كنا فهمناها احنا منتصرين والرفعة قاعدة تتزايد لينا. انما يا رسول الله يا فين الرفعة دي؟ لرفعتك الملائكة فين؟ هما فين الملائكة اصلا؟ ده احنا جيش مهزوم وجزء منه فر وجزء اتقتل وانت مهجوم عليك من المشركين مفيش حد يرد عنك السيوف بتاعتهم. لرفعتك ايه وملائكة ايه؟ هو فين الكلام ده؟ هو ليه يا جماعة كلمات الثقة الرهيبة في رحمة ربنا بتخرج في اللحظات السوداء دي؟ لانهم ياما شافوا. ما هو اللي ياما شاف وياما عامل وياما تعامل مع الله بالنسبة له مهما تعرض لازمات روحيه ديت ان في انسان ياما عامل ربنا فعافة تلاقيه في وسط المخاطر هادي في وسط المخاوف بتطمن ليه ربنا مش هيسيبني. هو امتى كان سابني؟ ابأس انسان اللي ما عندوش تجارب في معاملة ربنا تخليه متأكد ان رحمة ربنا هتنزل ده ابأس انسان فينا الوقتي اللي مش ماسك في ايديه 50-60 مرة توجه الى الله وتوصل الى الله ووقف على باب الله فربنا فرج كربه فهو فاهم ان الابتلاء ده ما هو الا ربنا بيرجعني اليه او انا لبخت شوية فربنا بيقومني عشان ارجع او ربنا بيجدد لي الايمان في قلبي عشان لما اتوجه اليه يفرجها او ربنا يريد ان يسمع صوت توسلي ورجائي وتعلقي وتلهفي على بابه. انما الموضوع ماضي القصة خلصانة